مرحبا معانا اليوم صدام ابو الراغب، خلص الفايت قبل شوي مع سيلفستر سابا. صدام شفناك اول الفايت كثير متحمس كثير منيح، بس اخر راوند صار في سويبس. شو السبب اللي صار معك؟ انا طلعت على الكيج وانا مش متحمس، صار في لخبطه بالسكيج وان فاتوا علي بس متعامل ورا 5 دقائق مع كوتش مهند بس ورا على المات ما لحقت احمي. انا طلعت على الكيج عم بلها تعبان الحمد لله، هذا اللي خلاني الجوله الثانيه خلاص اكون بنص مستواي، بس الحمد لله انا وعدت وانا حكيت كلمه وانا كنت قدها. انا قلت لكم انا جرابلر الحمد لله، هذا اللي حكيت بس وهذا اللي فوزني بالكيج. كنت حابب اقدم شيء احسن بس ان شاء الله الجاي يكون احسن من هيك ان شاء الله الحمد لله. شو رايك بسيلفستر كخصم لك باول مباراه بروفيشنال؟ طب صراحة لا، يعني انا اشهد يعني اللي خلاني افوز عليه انه هو مهاراته بالريسلينج ضعيفة، وانا هذا اللي استخدمته عشان افوز معه. كنت حابب العب سترايكينج، يمكن شفته كثير حاولت افوت عليه بوكس بس لاني كنت تعبان بالجولة الثانية قلت ليش اخسر فايتي، صرفت الذكاء انا جرابلر ريسلينج بفوز، فالحمد لله فزت. لو ممكن كنت مع سترايكينج كان في دينجر اني اخسر. الحمد لله الف مبروك صدام، شكرا لدعمكم المتواصل، شكرا كثير.